رياض الصيداوي، يعني ما هو المطلوب اليوم من المثقفين الجادين ربما للحد من الظاهره التي حضرتك وصفتها، يعني بظهور هذه النخب الجديده من الشيوخ الدينيين او من دعاة الدين؟ يعني هل المطلوب يعني بحث سوسيو ثقافي لتفكيك ربما هذه البنى الثقافيه في المجتمع العربي والتعرف على سبب او جذر هذه المشكله؟ نعم، هذا ما نفعله في الواقع في الجامعات الغربية في أمريكا وأوروبا. لدينا الحريات الأكاديمية اللازمة لفعل ذلك وطرحنا هذا الموضوع، لكن في الدول العربية صعب أن تتناول مواضيع الديمقراطية. ودعني أقول لك، الدعاة الجدد أو الشيوخ، لا يا سيدي، وراهم مليارات الدولارات، وراهم دول، وراهم مخطط كامل، وبدأ من الستينات استهداف اليسار والحركة التقدمية العربية لنكون صريحين، واستمر هذا أيضا محاصرة. أنا قلت لك، لماذا لا تدعو هذه الفضائيات المفكرين الجادين؟ صحيح خطابهم صعب، الخطاب العلمي صعب، ليس بسهل، لكن هم محاصرون وتعطى الأموال الطائلة لهؤلاء. يعني والله مجلة فوربس تسخر منا، يعني أنه كيف ناس يعني يدوبك عند الإجازة وغير مختصة وتتحدث في مواضيع غير مختصة بتاتا وتصبح مليونيرات، والأكثر من ذلك أكثر تأثيرا في الناس. أنا أعطيك مثلا شيخ آخر من الجزائر، هو شيخ علي بالحاج، أختلف تماما كليا مع هذا الرجل، لكن أستطيع أن أقول لك أنه نزيه صادق مع نفسه ومع أتباعه. إذن هذه ظاهرة الشيوخ التي نراها مثلا مستحيل أن تتحدث لك عن هذه الفكرة الأساسية. لا، ولكن المشكلة ملك أم ولي العهد؟ المشكلة ليست في الشيوخ، نعم. هذه محرمات. صحيح، المشكلة الآن ليست في الشيوخ وليست في المليارات وليست في الفضائيات. نعم. المشكلة أن حسب المقولة المصرية، اعذرني، يعني بالدارجة المصرية، الجمهور عاوز كذا، هذا هو ما يطلبه الجمهور العربي، هذا هو ما يطلبه المشاهد العربي يا أخي. يعني المشاهد العربي لن يحتمل الجلوس للاستماع إلى مفكر أو كاتب أو مثقف، ولكن يستطيع أن ليس دائما صحيح. سي محمد، أخي محمد ليس دائما صحيح. لازارسفيرد يتحدث، هو أول منظر يعني علم الاتصال الجماهيري، يتحدث عن قادة الرأي. قادة الرأي هم الناس الذين يقودون الناس. صحيح أن البيئة لأسباب عميقة، وهذا موضوع آخر، سوسيولوجيا واقتصاديا واجتماعيا ويأس وهزيمة 67 وإلى آخره، مهيئة أكثر للإسلاميين، لكن أكاد أقول أن الدول العربية متواطية لأنها تريد أن يقع استقطاب فقط بين الإسلاميين وبين الدولة، حتى أن الغرب لا يستطيع أن يضغط. مثلا في مصر حاولنا نعمل انتخابات، فاز فيها الإخوان المسلمين، في الجزائر عملنا انتخابات، فازت فيها جبهة الإسلامية للإنقاذ ب 98%، وهذا صحيح، يعني هم الأكثر قوة الآن. الولايات المتحدة الأمريكية والغرب محتار في كيفية التعامل مع الظاهرة. بالنسبة لتركيا، عملوا يعني نوع من تيست، نوع من امتحان الظاهرة، وسمحوا للإسلاميين المعتدلين جدا ومتطورين جدا على فكره في تركيا، وانا معجب بالتجربه التركيه، سمحوا لهم بان يصلوا ويديروا الحكومه كنوع من التجربه لننظر في هذه الظاهره ككل. لكن معك انا، التهميش الاقتصادي للمثقف العربي، الان الافضل لك ان تصبح لاعب كره قدم، للمراه راقصه او فنانه او مغنيه، او ان يعني تصبح شيخا، بكثير من ان تبحث علميا وان تبقى في مختبرك وتعمل 15 ساعه مثل ما يفعل السويسريين والالمان. طيب، هنا وعندكم في امريكا يعملون في مختبراتهم لأنهم يكافئون جيدا. عندنا في الوطن العربي لا تكافئ هذه النخب. دكتور نجيب، تهمش دكتور نجيب الغضبان، يعني هذه مشكلة قائمة، الدولة العربية، الدول العربية والسلطات العربية تتحمل المسؤولية. الأستاذة نادية قالت أن على المثقف، على المثقفين العرب أن يلعبون دورا، أن يقوموا بدور لإعادة المسار وإعادة الأشياء إلى مسارها الصحيح. نعم، يعني أنا أريد أن أعلق فقط بشكل سريع، يعني ظاهرة مثل ظاهرة عمر خالد الحقيقة لا أراها مشكلة كبيرة، وأنه أصبح من أصحاب الملايين يعني في الولايات.